النتائج المعلنة لكل الجهات السياسية إن كان الشيعية أو السنية سترى أن إذا قاطع جهة معينة أنا من وجهة نظري كفني أتعامل مع الأرقام بغض النظر عن التوجهات المذهبية. أنت دقيق وأنا سؤالي دقيق وواضح جدا. أقول السيد عمار الحكيم والشيخ قيس الخزعلي وحتى السيد المالكي يقولون أكو تهديد لمقاعد الشيعة في المحافظات المشتركة في حالة غياب الصدريين، فعلا راح يصير تهديد لمقاعد الشيعة لو لا؟ هذا السؤال. تخوفات مشروعة، لأن احنا راح يصير نسب التصويت في المناطق والسنة. إذا تسمح لي يا واش بس استاذ مقدار، دعاية سياسية يراد منها استمالة الجماهير مو اكثر. لا هذا كلام سمعناه قديم. غياب الصدريين يا دكتور، يا دكتور غياب الصدريين هاي المقاعد وين راح تروح استاذ مقدار؟ أقول غياب الصدريين، يعني غياب أي جهة سياسية مشتركة في انتخابات 21 لا تؤثر كثيرا في عدد المقاعد، وما طرحت أن القادة السياسيين في الإطار عندهم تخوف هذا أعتقد يعني له حسابات أخرى، لكن حسب الأرقام المتداولة يعني موجودة في موقع المفوضية ويمكن تحليلها والاطلاع عليها، أنت جاي تحكي على 5 ملايين، 5 ملايين أكثر من 5 ملايين و900 في بغداد، فإذا ما رأيت أنه 200 ألف أو 300 ألف غابوا عن الانتخابات لا خلاص. أعتقد لا يكون ذلك التأثير الكبير. طيب ليش السيد عمار والسيد الخزعلي يوصفون الموضوع بأنه تهديد للمكون الأكبر وإخلال بالتوازن؟ يعني مثل ما قال الدكتور فتاح هاي دعاية سياسية، يعني يمكن أن تستضيف الناطقين بها بأسماء الشخصيات أو يجاوبوك. أنا جاي أتحدث بصفتي مختص بالشأن الانتخابي وأتعامل مع الأرقام التي تعلنها المفوضية والتي تعتبر أرقام رسمية تم اعتمادها في انتخابات 21. يا أستاذ مقداد أرجوك بس